السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا في كل مكان، تحياتي لحضراتكم. النهاردة طبعا يا جماعة انتوا عارفين ان انا دايما بحب ابحث عن الحاجة اللي ممكن تفيدني في عالم الهوائيات، من ناحية اي حاجة، من ناحية جلدة، من ناحية سوستة، من ناحية اي حاجة تخص الهوائيات او بنادق ضغط الهواء. فالنهاردة طبعا حبيت افرحكم واعرفكم ان انا اكتشفت حاجة حبيت افيد بها كل المتابعين المحترمين اللي بتتابعني، ولبعض البنادق يعني مش لجميع البنادق. ولكن النهارده هنتكلم، ده فيديو، ده طبعا يا جماعه عارفين انتوا الفيديوهات اللي هي خلاص شبه انقرضت وما عادش حد بيشغلها. يعني انا واحد من الناس كان عنده بعض شرايط فرحي، شرايط بتاع نسختها كلها على الكمبيوتر وخلاص ما عادش الفيديو يعني ليه لازمة. وما يمنحش اللي يبقى، يعني انا كان عنده اكتر من واحد، يعني عنده اكتر من واحد، ولكن فيهم اللي باظ، يعني ايه بقى فيه مشاكل. تمام، النهاردة حبيت اعرفكم ان الفيديو فيه حاجات كتير تخص الهوائيات البنادق يعني. تمام، اول حاجة هنتكلم عنها النهاردة يا جماعة نستنفع من ورا منها في البنادق دي كان اسمها جلدة السحب، اللي بتسحب الشريط لما دي تيجي هنا على البنز ده، يبتدي البكرة تبقى محكمة تلف في الشريط تساعد مع البكرة دي. طبعا انا ما بشرحش على الفيديو، ولكن بشرح عن البكرة دي تحديدا. البكرة دي يا جماعة بتركب للبنادق الديانات العتلة، مش كلها طبعا، وبتركب للبنادق السيلفر فالكون، وبتركب للبنادق اللي هي بام 21 وبام 22 اللي هي جلدة بيت الرش. دي بتتعمل جلدتين اتنين يا جماعة. بس بصراحة ربنا انا جربتها، انا في اعتقادي ديت لو ركبت لا يستحيل هتفكر انك تغير جلدة بيت الرش تاني. خامة سبحان الله يعني مختلفة. اللي بيحصل طريقة تركيبها، عشان خاطر لو حبيت تنفذ الفكرة، ان الجلدة ديت بتطلعها من البنز بتاعها ده، تمام، بتيلة من تحت من هنا، وتيجي خالع العمود اللي في النص ده اهو، وتيجي قاطعها اتنين من هنا كده، تمام، وبتيجي مركبها في الغرفة بتاعت بيت الرش. تمام، وكمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان هنتكلم بقى عن بقية الحاجات، ان هي طبعا بعض السوست اللي موجودة اللي احنا ممكن نركبها لأي زناد احنا محتاجينه، اي سوستة انكسرت عندك او اي سوستة في اي زنات كمان بتلاقيها موجودة في داخل الفيديو، اكتر من سوستة. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة البنوز ديت بتركب للبنادق الكتل المجموعات الالماني T01 وT06، تمام، احيانا ممكن بنز يقع منك، وكمان حاجة جودة عالية جدا وتشطيب عالي. ده السوست يا جماعة اللي بقصد، اللي انا بكلمكم عليها. البنوز زي ما حضراتكم شايفين اهي موجودة يعني بغزارة زي ما حضراتكم شايفين في داخل الفيديو ده. طبعا اكتر من معلومة حبيت اكلمكم عنها النهاردة. وكمان في اساتك او السهات تركبها، بس دي بتبقى في ظهر الميكانيكا دي، تركبها لجلدة بيت الرش للبنادق الكسر، البنادق العادية بتبقى راكبة تحت البنوز ديت زي نظام سويتشات او حاجات زي كده يعني. ده كان الشرح بتاع النهاردة. وكمان في بعض الفيديوهات بيبقى فيها بناء جلد زي دي كده تركب للديانة 54 و56 و52 لبيت الرش برضه، تمام، اللي هي دي، بس الوش ده بيتشال من فوق
وتركب محكمة داخل الغرفة بتاعت بيت الرش. دي ابتكارات يا جماعة وحاجات حبيت أعرف حضراتكم عنها، إن لو عندك فيديو خلاص ما عادش ليه لازمة، هتستنفع منه بحاجات كتير، يمكن الجلد ديت هتركبها في البندوية هتعيش معاك العمر كله. ده طبعا كان الفيديو بتاعنا النهاردة، حبيت أعرفكم الفكرة. لو أي حد عايز يستفاد منها، عنده فيديو قديم بتاع، يعني هو الفيديو لو هتبيعه في الخردة مش هيجيب لك 20-30 جنيه، ولكن بفضل الله تعالى انت ممكن تاخد منه حاجات تعدي 400-500 جنيه، وحاجات لها قيمة بقى، يعني هتقضي معاك الوظيفة على اجمل وجه. يعني اشكركم لحسن المتابعة، ورب يكون الفيديو نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.